أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو الفقه الأكبر؟ الفقه الأكبر هو التوحيد، الفقه الأكبر هو التوحيد، وبعده الفقه في الفروع، في الطهارة والصلاة، هذا بعد الفقه الأكبر. فمعنى الشهادتين هذا هو الفقه الأكبر، ومعنى بقية أركان الإسلام هذا هو الفقه الذي بعده. لا نقول الفقه الأصغر، لكن نقول بعد الفقه الأكبر. نعم.